جاب الله لازم احسن كما تيقولوا غوز احسن غوز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحبوب والصحاب، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، فيديو جديد في نهار جديد مع وفاء. تفضلي 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 خرجوا خرجوا اخواتي والله الا قمتنا الصراحه الله وسقنا في ايوب وخليل الحاج، قلنا لهم لا والو تخرجوا لنا اليوم ومشيو ندورو حتى حنا شي شويه ونشوفوا الناس ويشوفونا كاين ولا ما كايناش. علاش غيشوفوكم الناس؟ ايوا شوفوا الناس ويشوفونا. المهم اخواتي كما كتشوفوا ان شاء الله دابا غادي يشوفوا الناس ويشوفونا وغادي يتهلاو فينا ويجيونا يقمطونا وغادي يتهلاو فينا وغادي يبرعونا كما حنا كنبرعوا بشي واد. تفضلي اخواتي رمضان راه جا وغادي نلقاو جالسين غير في الدار. يلا يلا ايوب يلا دابا اليوم ان شاء الله الوالده شاده في الوليد ووفاء شدت فينا تفاهموا علينا وتذكروا علينا وقال لك حقا ما حقاش نديروا ما نديروا معايا الله جيت انا والوليد من الخدمه رحبنا بهم دابا نوضوا خرجونا لعساكم اخوتي قدوا هنا العليا لازم ما نقدوش شي عليا صراحه اللهم ما تخسرناش خاطرنا يعني حتى حنايا ما تنبغيو زعما نخرجوا بزاف ولا داكشي مره ما كتكون ديك الخرجه كتكون كزوي وهنا كتكون مع العائله وزعما حنا متشوفين وني بلاتي 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 باش نخوي قلبي تاني واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف علاش العيالات نتوما مثلا تتقاو على رجالكم واخا يكون كيخرجكم واخا هذا كتقولوا ما عمرك خرجتينا بحال دابا قالت لي بحال دابا جات عندي قبيله قالت لي نوض خرجني ما عمرك خرجتيني هي المرضيه ما عمرني خرجتك ما عمرني خرجتك انا خرجنا. لا ولا حتى دابا حنا كنقول بحال هكاك باش حتى هما يتشجعوا ويقولوا لا راني لا ما كنتشجعوش ما كنتشجعوش بديك اللقطه كننصحكم العيالات ما عمركم تقولوا الراجل رجالكم ما عمركم خرجتونا ولا شي حاجه بحال هكايا لانكم ما كتشجعوهمش بهذه الهضره باش يخرجوكم بل كتحطموهم كيعرفوا بان اي حاجه داروها لكم ديما غتنكروها دابا اي حاجه داروها لكم ديما غادي صراحه الله لا لخطك علينا لا شو دابا صراحه الله والله كيخرج انت ما راه يدك راه يدك ها انت والله الا كيخرجني ويساريني ويكسيني ويدير لي داكشي اللي كاع اللي بغيت ويدير لي خاطري ايوا راه يدك وهذا الشيء راه ضروري كيخصني نديرو باش تعرفي راه يدك وراه يدك الاخرى اسمعي هذا الشيء كامل اللي قلتي راه ضروري كيخصني نديرو لحقاش انت مرتي غير هو هذا الشيء كيخصك تعترفي به والله لا اعترفت قدام العالم انت الا نكرتي كتحطميني كتهرسيني صافي صافي ما بقيتش خارج ما غنخرجوش ايا جي بالرقص كنضحك معاكم اخوتي كنضحك معاه اويلي انت النهار كامل حنا ما كندخلوش للدار لا عساكم حنا ما كندخلوش للدار هكاك تلقيلو خارجين تلقيلو برا المهم اخوتي صراحه الله لا ايوب زعما داك النوع اللي هو براسو يشوفني كقنطان تيقول لي ما كيقنطان تيقول لي كنقول له تيقول لي اقسم بالله لا غير البارح غير البارح شفتهم قنطانين المهم جالسين هنا كيضروا قلت لهم اش غديروا يلا مشوا للعربيه مشيو نطلعوا على جداتي ديماري الطوموبيل والعظيم الا في 8 ديال الليل هزيتهم في الطوموبيل ومشينا طلينا على جداتي واخا ما كاين ما يدامش طلينا اخاتي ربيعه هي شويه عيانه فوجوا شي شويه المهم دابا هما شنو خصهم غير يخرجوا في الطوموبيل هادشي اللي تيعجبهم هادي بعدا كيخصها تخرج في الطوموبيل وتطلق الموسيقى الطريق كل وهي كتطلق لي واحد الديسك ديال عرفت داك الديسك كاع كتلقي مؤخرا تبلات ليا به شنو سميتو؟ ديال فوزيه فوزيه لا كتشوف فوزيه خليكم معنا خليكم معنا اخوتي باش ما تفهموش لونجلي تنساكم اخوتي تطلق لي واحد الديسك ديال كوبي سالينا سالينا اخوتي سالينا سالي اسامه سالي بطاطا صافا بطاطا لا شنو لا بطاطا لا بطاطا اه نمشيو بنتي الله يعطيك الرضا والله الا نديرو شي كويز داتاي ونديرو واش شي هو محرمه تطوج هذيك على الصبا الوالده نعم اليوم الوالده راه جات الوالد حتى اليوم اي راه دابا دابا طربوش حتى دابا بحال الجلابه طربوش بحال الجلابه بغاش يديرو ها ديرو واحد البيت انت ديرو اسامه ديرو ديرو كما قلت لهم اخوتي اليوم خديجه لابسه واحد اللبيسه جايه زويونه لابسه البلوسيال اخوتي والزرق هي 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 نبدلو شويه وريهم لكم وريهم لكم شوفوا اللون ها انتم شوف مونطا جات غزاله اختي صراحه طلق يا اختي تقرا فيهم لا صراحة والله الا بغينا نخرجوا شويه نشوفوا الناس ويشوفونا والله الا ايوا راه اليوم غادي نديولا وتهلاو فينا انا حطيته غير وانا نحطه في الجلجل خاطر كتدير بغات دير الزميطه هي قالت مع الخوت قالت الله نخرجوا سالي انا عرفت زين دابا دابا قبيله نقش معاهم واحد القضيه علاش نتوما الا كتنضوا كتقول ما عمركم درتوا لنا لا قبيله قلت لي واد ما عمرك خرجتيني وهذه قالت لي ما عمرك خرجتيني ايوا فاش
يطلع لك الزعاف وما لا الحمد لله غير تنهضروا صايب الغدا غير كتهضروا ولا الحمد لله علاش تسارينا يدرنا خاطر ولا لا خطك علينا وهاد النهار تديونا تهلاو فينا والله الا ايوا لا خطكم علينا. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين والله يسهل اموركم الله يعلي درجتكم ومبروك عواشركم تصوموا وتعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحيحه والسعاده والهنا وراحه البال. ايوا ها انتم تابعوا معنا ان شاء الله انا راه خرج العائله كامله يقول لك اش ايوب زعما شاف ايوب دار الساعه قال لك ايوب الساعه الساعه شنو اسامه شنو باتو يلا زعما هادي ساعه 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 الوليد غضبان ما بغاش يدير له طربوش غير ندير له ساعه ياك لا خليوني هكا ياك زي البرد نجيب الطربوش غليظ ها الوليد عنده العمر بالطام عنده عمر بالطام وريني شنو عمر ويلي كلينيك هذيك الباكيه ديالك ايوا الوليد اليوم ما شاء الله صغيره قمطونا الوليد ياك ايوا في سبيل الله في سبيل الله ها انتم شنو الوليد جني لي غالي ضرب هذا النهار هذا جاتك جلابه واعره صحه والراحه انت ايوب انت بالطام بالطام في وسط بالطام الباكيه ديال الباكيه ديال الكمامات كمامات هي الكمامات قالك كمامات واخا حمزه واخا اش درتي له وفاء يلا باش نمشيو دابا يلا بدات الفرحه ديالنا يلا اخوتي بدات الفرحه ديالكم بدات الفرحه ديالنا تبارك الله اخوتي احنا دابا حاليا في مدينه مكناس والشتاء الحمد لله يا ربي كنحمد الله ونشكروا على هذه الامطار هذه كتوجدوا توجدي فين تاكلي ايوه غير الماكله وقص مده شنو هكا كتا فكتا افكتا وليد كتا هو يقمطونا هاد النهار هذا هاي دروك الخير ماشي مشكل انت قولك ما عمركم درتو لنا ما عمركم خرجتونا ياك ايوا شي بس ما كاين المره الجايه عاودوا في خرجوا هادي ديو انا المره الجايه ماشي مشكل شنو ديوانا المره الجايه ماشي مشكل المره الجايه في ديوانا مرحبا اجينا لهنا شنو طلبتي انت؟ والله ما عرفت مازال حير دوك الشرائح ديال الدجاج شرائح الدجاج باللغه العربيه دابا نشوف بابا واحد القضيه قولها بابا شنو هو مفهوم ديال الخروج عندك انت بالنسبه لك الخروج انت شنو هو؟ شنو خاص يكون فيه؟ خروج؟ باش تخرج تسارع باش تخرج تسارع هكا يعني تشوف شويه تشوف المناظر تشوف الناس اللي ما عرفتش ما تيرحموش يشري تكتشف تبات تشوطي مزيان تشوطي مزيان صافي الله يجعل البركه داكشي ديال الله يعين لا بلاتي 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 غير بلاتي داكشي غير بلاتي غادي تسولو لو شنو هو المفهوم ديال الخروج عندك انت هو المهم هو تخرج للسيارة وتجيب شي حاجة ضروري تشري كيفاش شي حاجة باش تشرحي لنا ضروري تشري شي حاجة من ديك البلاد اللي تمشي لها ديك البلاد؟ ايه البلاصة اللي مشيت لها غادي نجيب شي حاجة اللي ما كايناش عندنا عاوتاني تنقلب لقيت شي حاجة زوينة ولا رخيصة ولا بحال لقيتي التواب الخاص يمشي بلاصة ولا موعن عاوتاني شي حاجة جديدة ضروري غادي تجيبها غادي ندور عند وفاء وفاء شنو هو المفهوم ديال الخروج عندك انت؟ المفهوم ديال الخروج عندي كل شيء كيفاش كل شيء؟ ناكل ونشري ونجي ندير كل شيء ما نضيع حتى شي حاجة ونتكسى هذه النقطة مهمة ولا بغي شي صباط ولا بغي شي دريكو ولا غير المهم شي حاجة شي شال ولا المهم حس براسي راني شريت شي حاجة ضروري وانت ايوب؟ انا خوتي المفهوم ديال الخروج عندي هو تخرج تمشي لشي طبيعة وتجلس تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى هذا هو الخروج عندي المفهوم الخروج عندي بالنسبة لنا دابا راه الوالد والوالدة راه كيتذاكروا شنو غادي ها البيتزا ها هما تا البيتزا تبغي البيتزا ها هي غادي نشوف غاسل وغادي ناخذ الزيت هذا الشيء عندهم انا زوين هذو كيبيعوا غير الماكله داك الشيء الاخر لا تا الزيوت تا الزيوت هما اللي شكروه هما نمشي ناخذهم تحيه للمشاهدين هنا زويوت عندهم شي زويوت عندهم زويوت عندهم واحد الخاصه زوين لا هذاك الشيء زوين حتى هنا غادي نشري غنشري غناكلو وغنديو شتي بلا ديالك وصات تبارك الله داك الشيء غزال ما شاء الله وفاء طلبات بلا ديال الشاورما اييه انا طلبت واحد الطاكوس والوالدة طلبت هاد اخويا ولي نادان والوالد شنو داكشي الوالد نعم
هذا دجاج مشوي. دجاج مشوي فيلي فيلي ديال الدجاج. وسام انت بوحدك اللي مازال ما جابولوش البيتزا. هذيك عليهم قال قلت الوالده الحاج راه عنده هادشي دابا انا واحد الطرات طلبت هذاك دابا عرفتي الوالد دابا نتوما فيكم واحد القضيه حتى انت الوالده داكشي اللي كدوموندي الوالده كيعجبك انت وداكشي اللي كدوموندي انت كيعجب الوالده راه من الصباح هو كينقبلك هنا في خوار شتي لا لا قلت له انا عطلو واحد الخطره طلبت هذا الشيء وانت هو عايق بك ملي كتجي كتنقبلو كل شيء شرائح الدجاج لا قلت له راه طلب لنا بحال هكا الوالده شرى شمتي الطبسيل ديالك انت تشوف شوف الطبسيل ديالي داز الحرب وين الماكله ريجي بصراحه مع الليل دابا انا داك الشيء انا ما كليتش ماكله ريجي حتى الحاج تبارك الله ديك البطاطا اللي باقا صرش ديك باقي الله والله باقا الله ما كتعجبوش شنو سميتها دابا شنو سميتها طاطا مدوزه معفوزه معفوزه هذيك كيقولها عبي عبد الله دابا زوين بعد هذا الماء ديال العائله شتي ذوق شي ذوق من هذا ذوق من هذا ضروري كتاكل شويه من هنا شويه من هنا فاش يكونوا الدراري صغار عرفتي تلقى ماما غزلي ديالي بابا قصلي ديالي فاش يكونوا الوليدات تولي واحد الحب هاك تاكلي من هذا ذوقي من هذا انا والحاج خلاص كلينا لا خلاص بابا زرب عليه قبل ما تزرب عليه كلينا بحال بحال بجوج شبيكه شوف واه راه عجبتني شنو اللي قلناها مفهوم تخرج عندهم هما داكشي شبيكات وانت ايوب شريت شتوش وري بعدا البنية تيخرج هادشي كيتباع انا نيت ايه هنايا ما يمكنش شي ما تفرق فيها هذا قلب زوين هذا يقمطوك هنا يوكلوك هنا ويقمطوك هنا يوكلوك هنا ويقمطوك هنا نيت هذا زيت اللوز هذا زيت اللوز هذا هذا زيت هذا كابو ديال الوفاء انا نخطيك الخاتي شكرا القعه واعره شكرا لك الخاتي اللي زدار قالت هذه خاتي هذه شراها للحاج شكرا لكم لا زي شنو بغيتي قالت لا زي شنو بغيت انا ما خدتش هذا ديال التوت دابا هذا معمم الشاف في الصلو حتى هذا ديال هذا مجوج انا هذا خاتي لا لا بزاف لا والله بزاف بزاف خاتي الله يلاه ويدي بوسكتا بسك دابا هذا مطعم على الشاف في نفس الوقت شكرا لك خليفه الله يخليك راه خصك انا جيت صايق بك في الطريق شكرا انت جاي راكبه معايا 32 كيلومتر شكرا 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 لك دابا طعمو عشاب كلشي زعما دير شي المكياج ويديروا زي الحوايج غير مليون تاكل هنا ويقلطوك هنا كلشي من ما تخرج من هنا تديروا حتى الحوايج ويديروا كلشي هنايا باش تقدروا شي مكازا تقدروا هنا والله الا انك تاكل انت كتعاملوا جوج المبادله داكشي درت انا وخاتيك باش راه تقربوا عجبنا ما كنمشي انا كنقول لهم كنت كلشتونا بكري الصراحه مضروبه ايوا نتوما قلتوا لنا خرجوا اش ندير لكم هنا عرقتيها وعرقناها الحمد لله الله يخلف عليكم المشكل هو اننا مشينا لهذا الريستو هذه كتاكل وكتقمط في نفس الوقت كتاكل وتشري الزيوت وتشري داكشي اللي خصك ما هو كل مساري المهم بحال خرجتي نيت ومشيتي لي ماكازان شي وسام تيقول بيتزا بيتزا هذا تبع بيتزا ديالك اه هو البيتزا ديالو ها هو خبها لك عندك علاش تما والو قلت له ديها معاك قال لي واخا المهم واخا واخا صافي وعقل عقل عليه صافي ها شنو عقل عقل وقف حدايا هنا صدعني قال لك بيتزا 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 قالك بطاطا ما كاينش بطاطا ديال الحمزة دابا هذاك لا بطاطا كليتيها تما الوالده عاوتاني غير جات من هذه هي من الطياره الحمراء غي جات من الريستو ومساريه وهذا جات ديريكت للكوري ايوا ضروري الولد ما كاينش حتى يوم ياكلو هذا هذاك الشيء باش قلنا لكم ديك برا من الاحسن تبيعها لان مكرفصه معاها زوينه ويلي الخصم فيهم زعما شي هذا بزاف ويلي بحال الكوس كتجي تهلاي فيهم ضروري هذا ما وصلت لهم شوف باش بلاصه الماء كتشعل وصلت لهم داك بلاصه الماء وصلتها مزيان في الشتاء راه الشتاء حرشه وعاد نعمر لهم الماء ودابا تاكل هنايا هي ديالها وتا تمشي تشرك تشرك الولد داك الشيء عند ولدها كتقول ولدها تاكلو داك الشيء ما بقاتش دابا هي تجي عاوتاني المهم طالعه واكله نزلت خلاص ترمي لهم الماكله ونمشي خلاص نقضي شغل اخر واني واخا كفيهم تمارا ايوا هي خلاص ضروري راه بنتها مسكينه فين دابا ما تنزلها راه يومين ما عزلناهاش جالسه تترضع تغدا ولا نحلبوها ان شاء الله يومين وهي كتمصرط اه تنخليها يومين ثلاث ايام عاد تنحلبو حنايا عاوتاني باش تصحح شويه حقاش لما خلاوش بقاو تحلبوا ما تخليوش العجل ما تصحاش تضعفوا العجل وسالي واش كدير لي وفاء بعد ما عرقتها ما نركت بعد ما عقققي كما كتشوفوا خوتي بعد ما خرجنا الصراحه دوزنا احسن عشيه بعد انا عجبني الحال الصراحه ملي كتخرج العائله كامله كخرجنا فوجنا ضحكنا دوزنا عشيه زوينه واخا خرجنا معطلين ولكن ماشي مشكل الحمد لله خرجتو غا كليتو وجيتو خرجنا مشينا كلينا مشينا للزيوت وجينا
صراحة هذاك الزيوت واعري انا بعدا توريهم داك الزيوت باش يشوفوه انا نوريه لهم ان شاء الله. ومن داك الغسول اللي خديت زوين بزاف صراحه الله ديال الكيراتين تيقولوا زوين تيقول كي رد الشعر ملس داك الشيء مازال ما جربتوش صراحه العطا نجربو هو الزيت وصراحه عجبوني بزاف عجبتني الماكله اللي كليت صراحه الموده حيت كتجي موده ما كتخرجش باش كتخرج كتاكل داك الشيء اللي بغيتي كتجي واعره واعره بزاف. المهم كما كتشوفوا فاش تقمت قبلكم قلبي صار مختلف قلبته ديال اسامه ما مريش حتى خوتي شي ناموسي يهضر بلاكار انا لا لا ماشي حضر بلاكار انا كنت معاش درت هذا بلاكار دابا اسامه كان نعسمه تجيها وكان ناموس كانت ناموسيه من هنا وكانت ناموسيه من لهي واسامه باش ينعسنا انا كنخاف عليه دابا مسترجم تيكون هاد ديما راه كان بارد بحال حنا جيت هنا الاطلس عندنا البرد بزاف حتى راه حنا الافران الثلج اصلا ما فيش الثلج ديال كامل الافران حنا كوصلنا غير الريح ديالو وعطيت تيكون البرد 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 فقلت علاش لا يعني ما كانت شي واحد قلت رديت ناموسيه تجيها هادي يعني بعيد على السرجم بزاف بعدا السرجم وقينا سنايا مسيكين حقاش انا كنخاف على من البرد شي فلي كنكون ناعسه وتبقى بالي مع تنقول واش مغطي واش فيه البرد وداك السرجم فهمتوا وصراحه الله شي اللي شرا قلب البيت درت وحده هنايا درت وحده هنايا هذه خلاص عاديه كويشات صغار وهادو بيجامه ديال اسامه اللي كنلبسها الصباح هذه كنلبسها السروال السروال وهنا التقاشر وهاد الجلابه هادي سخوني حنا الصراحه الله خصنا حنا خصنا حوايج بحال هكا فهاد الوقيت هاد البرد واخا شهر 3 شهر 4 يكون حنا عندنا مازال البرد فيعني هادشي كنلبس الاسامه بزاف بزاف كنلبسو بحال هاد الشكل ديال الجلابات ولا كنلبسو كالمونطو ديال الدار تيكون شي حاجه اللي سخونه بزاف اللي تحميه من البرد وصافي رديت ناموسي لهاد الجهه ودرت كوفوز عليها الاخرى درتها لهي تاي حطيت اعتمدت تذكره درت كوفوز تاعي لهي تماك حطيت هذه هذه الميكا درت القران درت الفيوزا يعني كنحاول شي شي مرمره نبدلو داكشي مازال ما شافش مازال ما شافهاش يبدلو دابا شرف اخوتي شحال هذه حنا كان البيت ديالنا قد هكا قد هذا اللي بان لي اييه قد هذا العبار هذا دابا كنتسنى موسيه كتجينا حنا فهاد البلاصه ما كتعدنا موسيه كبيره شي شويه كنت كتجينا فهاد البلاصه هنايا شي مرات كنمشي للخدمه كنجي كنلقاوها فرضت على جهه الشرجم كنلعب بها تتلعب ديك الناموسيه تنقول لها ديك المراه هذه خلي الناموسيه بلاصه راه اصلا مديرو بلاصه تما هي لا والله العظيم انا فيا قاعده واحد عزيز عليها تقلب وتشقلب انا كنقلب بزاف البيت النعاس يعني كنحاول نبدل كيعجبني نبدل نرد الناموسيه لهنا نولي نرد الكفوزه لهنا المهم تيعجبني نبدل تيعجبني ديما التغيير في البيت النعاس جديد ما عندك ما تبدل هذاك اخويا ثقيل بقيت كندير له وجه ما عنديش اصلا ما يمكنش نبدل حيت جايب داك بعبار وبداك الديكور بكل شيء جايب يعني اصلا باللي زاد زحمني هو داك الفاتيك وما كانش الفاتيك تلفات تما كنا راه درت له شي بلان ساعه ما نقصش ندير هادي غير رجعت للزنجلان ديالها دغيا في الزربه من غير رجعت البقره الزنجلان ها نتوما شوفوا الزنجلان والله اخوتي شوف نتحداكم نتحداكم اخوتي صح ها شي حاجه ها ها هو هذا بلا بلا سخوتي فيلم نقي فيلم نقي بلا ايوب يلاه فيلم لقيتي لي شي لا 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 حلا نتحداكم اخوتي حل دي دي ها انت ها انت لقيتي شي حبه حلا الا لقيتوه هنا تيبان هنا واه ها انتما نتحداكم اخوتي لقيتو شي حبه حلا هذا مازال مازال كتنقيه عرفتي مازال كتضرش عينيك وما بعد لقيت ضرني كتافي هنايا ما بين كتافي والله الا ولا تيضرني خصك غادي شي سمطه اه تلقى ضروري خصك راه شي ماساج موفينغ ان شاء الله يا ربي ها ها عرفتي هادشي تنقيه دابا البنات وعرفتي راه البنات دابا واش يديروا لي الشباكيه لا خاصني نعاود والله تنعاود والله خاصني ما نقدمش لا والو قالوا لي لا لا خاصنا واش ما كنتش ضويتها قالت لا 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 خاصني عرفتي لا 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 مسكينه شي خالي صراحه الله كتعجبها داكشي ديال الدار تعجبها بقوله وتقرا بقوله هذه الشباكه ديال الدار الزميطه ديال الدار يعني داكشي زوينه كاين اخوتي انا الشباكيه ما عرفتش اخوتي ديك العجينه سحريه ولا ما فهمتش كديريها كتقول صافي ساليت كدوري كتلقاي عرب كيتسناك بعد دقيقه تطقطق وخاتي كديرها كتقومها وكدير العجينه رقيقه كتبغي غير تسمع السله وكديرها مجعوك واش كتقلى كتجعب وكتدخل في وسط العسل حتى ما نقول لكم الصراحه وعندنا الفيديو اللي بغاها بنياتي والصراحه حتى انا كتعجبني وكتعجبني واخا كنقدي كنت خاتي نعاونك ولا ان شاء الله دابا ندير انا وخاتي ان شاء الله دابا ندير ولا غير شي كيلو نص ولا حتى ما ضربت عطيتو لي غير الطاقه السلبيه عطيني طاقه ايجابيه قول لي خاتي ديري باش انا نتحمس والله واحد النهار بقيت جالسه يطلع لي في اليوتيوب طلعت لي زميته زميته خاتي كانت كدوز حدا الدور كتشمي ريحه ريحه هانت القليان ديال ديال الشباكيه كتشمي ريحه الزميطه ايوا بقينا غير حنا غير كندير حنا ولا غير شويه زعما
كف رمضان كنحطوها كخاتي كتعجبها بزاف مع الحريره و... زوينه هذه الشباكيه والزميطه الصحيه كاع والزمره خاتي كتضرب الزمره الصحيه ولكن ديك الصحيه خالت اختي حنا ما اختي ما كناكلوهاش اه تندير فيها قلت انا الشعير قلت الزرع باقي صراحه والله العظيم اللي قد الفيديو الشباكيه بنيتي راه مازال اه حتى الفيديو الزميطه اللي بغا الشباكيه الطريقه ديال الشباكيه راه قلبوا في القناه لتحت اه غير بركوا كوي على هذيك البهجه وغادي يطلع لكم لاباج تصاور كاملين انا ما بقيت نتعلم اه وشو الصراحه والله الا تسمى الطريقه ديال ديال الزميطه درتي انت خالتي الطريقه الصحيه زعما اللي بغى شي حاجه صحيه في رمضان لا تاخذ الزيت الهندي لا تاخذ الشعير درتي يعني بداك الشيء اللي هو اساسي يعني شي حاجه اللي تحتاجيها اللي تبصح الصحه اللي كتكوني صايمه هذيك هي الزميطه اه ودابا عرفت غادي ندير غير شويه قلت لهم واه غادي ندير واحد شويه ما بغيتوش تاكلوا انا كلينا والحاج اه خاتي وانا قالت لي ان شاء الله انا وخالتي ان شاء الله انا وخالتي غادي نديروها وغادي نعاونها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين غادي نخلف وحده وهاد الطبيله ديالي اللي كنكونوا جالسين اغلبيه هذه بنت هذه هي اللي في هذه هي اللي كتشبك وتلبك معنا واعره هذه زوينه وهذيك هنا اه ايوا صافي وتطلق ديالها كيبغي يتسمى هنا تما كاين لا برد لا والو هنا زوينه مجموعه وهاد اللوز ديال من هاد اللوز هذاك عاد هرسته هذا عاد هرسته خالتي هذاك فاش كان فيه واحد هذوك الزيوت اللي عاد شريتهم من اييه لقيتني كنقراهم لحدا خالتي فاطمه هذا زيت اللوز الحلو هادشي مازال صراحه طلع ماشي اشهار ولا شي حاجه اخوتي هذا راه شرينا يعني اول مره جربته خلاص الوجه الا زوين قال لك التفاعيل هذا زوين زيت اللوز الحلو شراتو خالتي زوين بزاف داك اللقم داك بنتي فاطمه هو متتبعه وفيه شكرا انا بنتي شكرا بزاف تنبغيك وتنحماق عليك شكرا ليك مسكينه عزيزه عليها هي انا وانا عزيزه عليا والله اه والخميسات هادشي اللي كتقول لي هادي هادي صافط لي هادي دوك المخيدات مازال نشاط على داك الشيء هادوك هادو دوك بحال الربيعات صراحه طلع هادو متفرج تقاليد الشلوح هادو الخيمه ديال الشلوح هادي معروفه راه كانت ركبتي واحد النهار من هنايا وما عرفتش عاد تتبقى قادتها قديتها هي تراني شي حاجه ما كتشوفش هي ريبت هي ريبت الحفله كما قال وعرفتيش عاد درت انا مع هاد العصابه اش قادتها عاد قلتي وا بعينا خالتي عايلة انا قلت انا الشلوح اللي كتفهموا في هاد الشيء هادي الخيمه الشلوح كما كتشوفوا زوينه صراحه هاد الشلوح عندهم داكشي زويون لا الالوان لا بزاف ديال الحوايج وهذا خاص زيت ديال الارغان هذا زيت ديال الارغان هو باين زوين شي حاجه واعره هذا خاتي شرات هنايا الماء ديال الورد اه الماء الورد هذا كتشتي فاش تخرجي من الحمام هذا خاتي شنو ديري يا خاتي انا وجهي حساس بزاف عرفتي هذا حطيه في الثلاجه اه وانا في الصيف باش يبرد باش يبرد عرفتي في البرد وكديري هكا في الصيف كتخرجي من الحمام احيانا الله اوه عرفتي واعره عرفتي انا في الحمام وفي الصيف وجهي عرفتي تيولي حمرا خاتي كيحمر لهنا بزاف كتولي لي هنايا حمراء وهذا هذا الغسول ديال جاتي لي خالتي شكرا لك بزاف على خدمتك الله يخلف عليك تنقول لها زيد قلت لها لا خالتي لا انا والله لا ما كنبغيش خالتي نكلف عليها والله الصراحه الله انا عارفه كدير مسكينه اكثر مجهدها وكتبغي تخسر لي خاطري والله الا خدتك اخاتي الله يطول لك العمر هذا الغسول ديال الكيراتين زوين زوين بزاف يعني ديجا شكروه ليا واول مره غادي نجربو شكرتو لي اختي نوال قالت لي جربيه واعر بزاف واول مره غنجربو الصراحه ما مازال ما جربتوش وهذا هما المشتريات ديالنا اللي حاليا بالسيف باش انا قدرنا نخرج المشتريات ديال الشباكيه انا باغيه ندير الشباكيه وباغيه نشبك وباغي دابا رمضان الاجواء ديالو تجي زوينه تشمي ريحه الشباكيه ريحه الزميطه ضروري المغاربه كاملين ما كاينش ما عندك ما ديرش الجزائر تاع دراسك ما كناكلوهاش هذا هو المشكل الجزائر بنياتي تتفرجوا فينا كاملين انا ما كناكل شباكيه ما كناكل زميطه وحده لقات فيا الصراحه وحده انت تاكل شباكيه وكان نطقها وبعدا تدير الساله فين ماكش فين كليت شباكيه خاصك تسال واحد العام درتي هذا نص ديال رمضان مشات مقدش عليها انا حلوه بزاف ما كنقدش لا خاصك ما كتقدش فيها الحلاوه خاصك تكثر شي ما تكثرش فيها العسل خاصك بالعكس كديرها كدير قوامها هو هذا لا والو ما كنقدش على ديك الحلاوه ولكن تجي مقومه زوينه الصراحه تجي لذيذه جربوها بنياتي نعم. راه في الفيديو عيا وفاء عام الاول قال هذا الفيديو ما كنت درتها كنت بوحدك اه كنت بوحدي بالفيديو كانت هذه غضبانه وصافي درتها بوحدي شبكتها وحق الله العظيم اش داك الفيديو والله عاد قبلي الدموع ديك فاش داك الفيديو تفكرت داك الاجواء كنت كنسمع خاطر فاطمه كنت كنسمع السيده كنت كنسمع كنشبك انا وياها والله الا زعما داك الاجواء دازو وكنشوف الفيديو والله الا كنقول خاطر كنقول دابا كنت غازع داك وراني هيك كنضحك انا وياها والله داك الاجواء دازو واعره تفكينا انا غطاك والله زعما ماشي فوجه والله لازم احسن احسن كما تيقولوا عكوزه احسن عكوزه والله ماشي عكوزتي انا بعدا وحق الله بحسبه عكوزتي
لا شي كاع انا اللي في الضرمه كنحضر حكومه مع عائلتي راجله ولا كنحسب مع عائلتي راه في الشارع. حتى هنا كنحسب كنا بحال اختي وعقل الله. لا والله الا ماشي زعيم ودرتك شمي وصافي فهمتي. ماشي جات قلبنا بحال قلبها سبحان الله اللهم لك الحمد يا ربي والله ماشي داكشي تتشوفه في الفيديو ولا زعما ابار مرتي ولا عزيزه عليا ما عرفتش عليها والله. انا واحد المحبه بيناتنا الحمد لله الله يدوم محبه كما تيقولوا بنياتي والله يدوم احبتكم حتى نتوما مع عائلاتكم. وتسناو الفيديو ديال غدا ان شاء الله. الوالده غادي تهضر معكم وتعطيكم شي حويجات ان شاء الله اللي تستافدوا منهم. وي والله انا نخرج بلا ما نحس والله خرج دوعي بلا ما نحس والله. هذه المعزه والمحبه هذه بصح والله باش يكون الانسان زعما كتلقى يعني الشعور تيخرج هكا كيخرج كيما فوجه. بقيتي كتهضري تفكرت انا فاش كنتي رجعتي وعاد نقتي الوالده. اه دابا صافي بكيني سبحان الله. كاين المشاهدين اللي شافوا خلاص ديك الساعه ديك الوقت كانوا فازروا وكانوا اللي ما عارفش راه كانوا فازروا وكانوا تناقشوا ما كنتش انا فاش يكونوا معايا ما تخليش انا كاع راسنا تيقول لك اش يديرنا راسنا ما كاينش انا كنا انا الهضره مني هضره منه صافي كتخات لك كتكون معانا كتوكل لنا على الشيطان هذا كتشدنا وتصالحنا. ايوا كنا بوحدنا ما كانش اللي غادي يكون معانا صافي ورولناها الشيطان. الله يستر تيحضر الشيطان تيحضر الله يديك الحمد. ايوا والله يدير الخير الله يجمع الشمل. يلاه باش ما نطولوش على المشاهدين ديالنا شنو غادي نقول لهم. السلام عليكم. جينا لوليكم غاخوة بزويتة وتشجعونا نعطيكم طاقة إيجابية. أنا صراحة نعطيكم طاقة إيجابية الصراحة. ضحكتو كتهرننوا عليهم. أنا تنتموني تنهضر بحماس تنوريكم واحد الحاجة بحماس تندير شغل بحماس أنا كنت دايرة. يعني بصراحة. وتعجبني اللي يحمسني عاوتاني فاش يقولوا لي أخا تنعاونك في هذه ديريها. تنتحمس ندير شباك ليا. لا باش يقولوا لي لا خالتي وي شباك ليا. صافي تنطلع. لا نشبكوا خالتي والله تنشبكوا والديها. إيجي بها نشبكوا عمرهم. أنا بغيتو تيشبك ليا أش بغيتو تيزويتو. لا عارفه شنو معك ما ديري بالشباكيه شا يبقى بريوات ديروا بريوات زوينين شباكي ما نديرش البريوات ديروا بريوات ايوا المهم ليك انا غير شي حاجه المهم ديروا يلا باش ما نطولوش على المشاهدين اخوان واخوات انا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم كنحبكم وكنموت عليكم احلى عائله بجويه.